فيقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال في بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتهما، نسأل الله تعالى السلامة. نعم، لا زال المصنف يحدثنا عن هذا رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال والقلب قبل ذلك قال في القلب متجاذب بين الشيطان والملك، نسأل الله تعالى السلامة. كما جاء في الحديث في القلب لمتان، لمة من الملك إعادهم بالخير وتصديقهم بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله، ولمة من العدو من الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير، فمن وجد ذلك إيش يصنع؟ فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعم، لذلك قال ويتجاذب القلب بين هذين المسلطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن. والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك ولقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا. نعم، وليس يترجح أحدهما على الآخر، وإنما يترجح أحد الجانبين. بإيش يترجح يا سليمان؟ باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها. وخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. نعم، هذا كله قرأناه، لكن شيء طيب والله تعيده كل يوم، شيء طيب دسم، شيء رفيع عالي. فإن تبع الإنسان مقتضى الشهوة والغضب ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى، وصار القلب عش الشيطان ومعدينه. يا لطيف، لأن الهوى هو مرعى الشيطان. ذلك النبي عليه السلام قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما إذا اتبع الإنسان هواه والعياذ بالله صار القلب عش الشيطان ومعدينه والعياذ بالله. وإن جاهد الشهوات والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا، من يتهم نفسه بالتقصير، ياك أن ترضى عن نفسك تتمادى. كثير منا هكذا وقع كما مر معنا في صفة الصفوة. نعم، اغترار تسيء فيحسن إليك، أسأت جاءتك النعمة. هذا وأنت تسيء تأتي النعمة وتسيء، أنت مستدرج الآن، أنت الآن في حالة استدراج. إذا رأيت نفسك على معصية والنعمة تأتي، أنت الآن مستدرج. كيف الآن الطيور والعصافير تستدرج بشيء من القمح؟ يأتي يأكل القمح وقع في الصيد، جيب سكين يذبحه لأنه حيوان هذا. كذلك أنت يا ابن آدم إذا وجدت النعمة تأتي وأنت على إساءة مغرور وما تستغفر وما تتوب وما تبكي وتظن أنك أنت مدلع على الله مغرور. بعض الناس بصير ينبسط يظن أنه والله هو من أهل الدلال. هو يعصي لك الله حاببني، مين لك الله حابه؟ اللي الله حابه عم يشغله في الطاعة والعبادة والتوبة والتوبة المستقيمة. هذا اسمه اغترار. هذا من أين نأخذه؟ كما كنا الآن في ترجمة إمام الشبلي وترجمة هؤلاء الأولياء رضي الله تعالى عنهم، قالوا أهل الخبرة بربهم الرحمن فاسأل به خبيرا. سأل الله أن يحفظنا من كل سوء. نعم، وإن جاهد الشهوات ولم يسلط على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة صار قلبه مستقر الملائكة ومهبطهم. حبيبي، كل هذا قرأناه. ثم قال والتطارد. نعم، هذا وقفنا هنا. نعم، والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين. اسمعوا هذا التطارد، حرب يعني. ايش مع التطارد؟ حرب، معركة. والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة الخبايا
غزالي سماها معركة قبل أن أراها بألهمني كلمة معركة. والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم، حرب دائمة إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن. إما نعم نسأل الله أن يوفقنا، إما إن هذا جاهد الشهوات وما سقط عن نفسه فصار قلبه مستقر الملائكة، أو والعياذ بالله اتبع الشهوة والغضب فصار قلبه عش الشيطان ومعدنه. نعم قال إلى أن ينفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاسا. أما صار إيه مثل احتلال، مثل هؤلاء البغاة خرجوا فاستوطنوا في بلاد صار الحكم لهم. أسأل الله تعالى السلام، السلطان ما عاد له حكم هناك، سلطان لا حكم له في تلك المدينة، استولوا عليها. حتى لو زنى زان هناك نسأل الله السلامة ذكروا في الفقه لا يجوز أن يزنى، لكن الحاكم لا يستطيع أن يقيم عليه الحد لأنه لا ولاية له عليه، مثل صار دار الحرب أبدا. لا يجوز أن يزني لكن لا يقيم على حد لأنه لا ولاية له عليه، لا ولاية له عليه. ثم قال المصنف وأكثر القلوب، اسمعوا، وأكثر القلوب قد فتحتها جنود الشيطان وتملكتها. كيف الآن جنود الشيطان تغير على بلاد المسلمين وتأخذ خيراتها، لأن المسلمين اتبعوا شهواتي والعياذ بالله، كما حصل في بلاد الأندلس كما ذكر لنا الإمام قرطبي قبل قليل في تفسيره، لما اشتغل الناس بالشهوات هناك وتزوجوا بالشقروات من أهل تلك البلاد من غير المسلمين ومالوا إلى الدنيا وأخلوا إلى ضاعت تلك بلاد، وقد حكموها مئات السنين. المسلمون حكموا بلاد الأندلس مئات السنين، لما مالوا إلى الشهوات ضاعت من أيديهم تلك البلاد، وهذه الحضارة العظيمة التي بنوها والمساجد العظيمة التي بنوها صيروها كنائس، ومنعوا المسلم أن يصلي ركعتين. سيدي أبو عمر مرة دخل متحفا كان مسجدا عظيما حولوا إلى متحف، أراد اختلاسا أن يصلي ركعتين مباشرة بالكاميرات جاءوا به قالوا ممنوع، ممنوع الصلاة، كانت لكم عندما كنتم تجاهدون أنفسكم وتعملون بدين الله وتغلبون شهواتكم كانت لكم هذه، لكن الآن ضاعت من أيديكم. حسبنا الله ونعم الوكيل.